اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده زي ما احنا متفقين مع بعض وسياسه البرنامج بتاعنا نعمل الاكلات اللي نفسنا فيها بافكار مختلفه وبسيطه وسهله بتناسب الصغير قبل الكبير، والكبير على راسنا من فوق. طبعا لازم نعمل الاكلات كمان تناسب الاعمار، السن والاطفال والكبار. النهارده معانا الكبده. كبده يعني اسكندراني، والكبده من غير الفلفل وشويه الكمون نحس ان هي ضعيفه الشخصيه، لان دايما الكبده معروفه عنها لازم تكون شويه سبايسي. هنعملها بطريقه جديده النهارده، فاهيتا من المطبخ المكسيكي بطريقه جديده، نشوف نقدمها لحضراتكم ازاي مع الخبز المقرمش. معانا كمان النهارده طاجن الخضار بالرز وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى افكار المغازي. معانا رز مصري هنستخدم الكربوهيدرات والنشويات بتاعته اللي موجوده فيه مع تشكيله من الخضار من خير ارضنا، ونشوف ازاي نعمل محتوى قيمته الغذائيه عاليه جدا غذائيا. معانا النهارده الحلو والاطفال الحلوين اللي انا بحبهم وببعت لهم رساله كبيره قوي، انا بحبكم اكتر ما انتم بتحبوني، لان في متابعين جيدين للبرنامج من الاطفال. هنعمل لكم النهارده المهلبيه بالشوكولاته بافكار بسيطه وسهله، ومع ذلك انا متاكد ان ماما بتعملها احسن مني، وسلموا لي كلكم على ماماتكم. مش عايز اطول على حضراتكم لان عدت تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض خط سير الحلقه يمشي ازاي اذا عندنا المكونات بتاعتنا والماتيريال بتاعنا من خير ارضنا. تشكيله من الخضار اذا كان بصل اخضر، خضره، كوسه وجزر وبتنجان، وتعالوا نعمل مع بعض مقادير طاجن الرز بالخضار، مقاديره على الشاشه. معانا رز مصري مسلوق مسبقا ومتبريد في الثلاجه، لازم يكون كده. معانا من الكوسه والجزر وتشكيله من البتنجان الابيض والاسود، بصل اخضر، معانا كزبره خضراء، معانا بصل وتوم. دي المقادير البسيطه السهله، وكمان تشكيله من التوابل وماء يغلي على النار لتسهيل العمل وفي نفس الوقت كمان نكسب وقت. تعالوا نشوفوا المقادير بسيطه على الشاشه، اكتبيها ورايا سريعا. تاني، تشكيله من الخضار اللي موجوده عندك في الثلاجه اذا كان بسله او بتنجان وكوسه وجزر وبصل اخضر وتوم. ومعانا رز مصري ده الاساس بتاعنا. طبعا الموضوع ده ما فيهوش لا لحمه مفرومه ولا في فراخ خالص، هو طاجن الخضار بالرز. هنشوف نعمله ازاي بافكار بسيطه، بس لازم تسمعوني وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. تعالوا مع بعض، اول حاجه نبدا بيها نشتغل مع الخضار. طاسه كبيره على النار، بنحط معلقتين من زيت الزيتون. حلو قوي. هي الخضار والرز، ولكن الطريقه مختلفه. اتعودنا من الشيف المغازي دايما بنعمل اكلات بسيطه وسهله وبافكار جديده بنفس المكونات بتاعتي. باخد الكوسه اقطعها بالشكل ده كده، حلو، وعندي الزيت على النار بيسخن، بشيل الطاسه كده واقطع الكوسه بالشكل ده كده. الكوسه يعني مفيده للقلب، غنيه بالالياف، بتعالج مشاكل كتيره منها الامساك، بتريح المعده. معانا بتنجان برضو غني بالالياف، غني بالحديد، في كل العناصر الغذائيه اللي ممكن تفيد الجسم اذا كانوا الصغير او الكبير اهو. وعلى فكره دايما لما بجيب بتنجان الصغير ده بجيب الابيض والاسود عشان ما حدش يزعل. حلو، من البتنجان. حلو بالشكل ده كده. طاسة على النار شديدة الحرارة. تاني، معانا زيت زيتون، معانا بصل متقطع شرايح. أنا عايز الخضار شخصيته تبان من كل الأنواع. حلو، ننزل بالجزر عشان بياخد وقت كبير شوية في السوى. أنا عارف إنك بتحب الألوان، مخرجنا الجميل دايما يقول لي قبل ما نبدا الحلقه شيف مغاز عايز الوان في قلب الحله. دايما اللي عينه حلوه بيحب الالوان الحلوه. الالوان اللي انت بتحبها في قلب الطاسه. ومن الطاسه جبنا سر الخلاصه. التقليبه دي كده حلوه. مش هحط توم دلوقتي، خضار زي ده على النار ما تحطلوش توم.
الطيم او نسبه التسويه للثوم او احمراره ما تناسبش الخضار ده كله خالص، فيضطر يتحمر وياخد لون يبوظ لك الاكله، سواء من المرار سواء من الشكل. تشويحه كده للخضار بتاعنا اهو، عندي شويه بسله كمان، اللهم صل على النبي، بسله دي كتير، حط شويه منها البصل بالشكل ده كده اهو. في حاجات المربى ماشي، بس اقول لي اعمل لانشون في البيت، اعمل بسطرمه، اوكي هنعملها، بس الولاد اتعودوا ياكلوها من بره بشكل، فهيبقى فيها شويه كلام وفيها طبعا ملاحظات كتيره، مش زي بتاعه البقال اللي على الناصيه يا ماما، كلنا اتفطمنا على البقال اللي على الناصيه، حته الجبنه الروم الحلوه، شويه البسطرمه مع البيض، الحاجات اللطيفه دي اللي كلها ذكريات معانا واكله ام، خلي بالكم. بس نعمل لانشون في البيض يعني ماده جيلاتينيه، ومعانا اللحم المفروم الناعم ينطحن ناعم وبياخد ماده جيلاتينيه جامده، وبعدين بيتحط في قالب مع التوابل او مع زيتون اذا انتوا حابين، وعمليه تبريد وعمليه هيكله بقى وميكانيكيه عشان يطلع زي بتاع البقال. الخضار بالشكل ده كتير اهو، نبدا نحط عليه شويه البهارات الحلوين. اما المربى سهله جدا، اي نوع من المربى اذا كان فواكه زي مربى الجزر، مربى البرتقال، حسب ما احنا حابين. لازم نحط طبعا عصره الليمون مع المربى عشان عمليه الاكسده وعمليه الحفظ، وعايزاها طبعا يبقى لها قوام، بتجيبي الجيلاتين او الجيلي، اذا كان مثلا بتعملي مربى فواكه بتجيبي الجيلي اللي تابع للفواكه، مربى برتقال بتجيبي جيلي برتقال عشان تاخد لون وطعم وكثافه. زعتر مع توابل بالشكل ده كده، شويه الملح الحلوين. انا كده بحضر الخضار. حلو قوي. اه هتقول لي ايه الجديد يا مغازل؟ انت بتضحك علينا يا راجل يا طيب. لا ما فيناش من ده، لسه القصه بتاعه الرز جايه. معايا زعتر بري حلو بحطه هنا كده، معايا روزماري زي الفل طازه، باخد طبعا الفليفر بتاعه بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي اهو، واقلب دول كلهم مع بعض. الخضار بدا يديلي اللون، بدا يديلي الطعم، بدات التحميره حلوه. الخضار هنا طبعا محتاج ان انا اسقسقه بشويه ميه. شايفين البتنجان خد لون ازاي؟ شايفين الكوسه خدت لون ازاي؟ اه لسه التوم ما حطيتوش، خلي بالك. اه حط شويه التوم الحلوين بقى اه، وانا بحط التوم اغذيه ادلعه بمكعب من الزبده. واحط شويه التوم الحلوين، ده المطبخ، انا عايزك تتعلمي التركايه دي. اه كده التوم هيستوي وياخد لون في نفس اه. بص بعمل ايه، بص بص على الحلاوه اهي، التومه مع الزبده مع تشكيله من الخضار، ايه الصوره الحلوه دي؟ تتحدث عن نفسها. اه الكلام ده على شاشه القناه الاولى اه، تقليب اهي. يلا خلص الكلام. اه شقشقه ميه معايا زي الفل اه، اللهم صل على النبي. يلا صل على الحبيب، قلبك يطيب اه. واسيب الخضار يا مغازي. لا مش هحط طماطم، انا حر بقى. الطماطم هنا بيسرق الطعم وبيسرق الشكل، والخضار هنا بيبقى ضعيف الشخصيه في قلب الكسروله. حلو، انا عايز الخضار يبان بالوانه الحلوه دي كده، النعم ربنا علينا اه. هغطي الحله دي ونيجي لقصه الرز هنقدمه ازاي مع الطاجن. الكل مفكر دلوقتي ان انا هطبخ شويه رز هنا وده طاجن رز بالخضار، كده ما عملناش حاجه، كده زي غيرنا، احنا عايزين نعمل افكار حلوه. احنا متفقين وسياسه البرنامج بتاعنا بالحاجات اللي موجوده في الثلاجه، تعملي افكار بسيطه وسهله لاكلات تناسب الصغير والكبير، ما يكونش عليها اعتراض. ادي الخضار على النار، حلو. تعالوا نشوف الرز هنشتغل فيه ازاي. اه باخد الرز، بجيب بوله حلوه زي دي كده، اللهم صل على النبي اهي، الله، واحط في البوله دي يا مغازي بصلايه ناعمه، توم ناعمه، كزبره خضرة ناعمه، حلو قوي، شويه ملح اذا انت مش حاطه ملح على الرز وهو بيتسلق، خلي بالك الحاجات دي مهمه جدا. البهارات بتاعتنا شويه بابريكا، شويه كركم. احنا قاعدين طبعا فريق العمل كلنا مع بعض بنشتغل كلنا لهدف واحد، دايما التجديد والتغيير، وفي نفس الوقت كمان الافكار اللي بتناسب كده في كل المناسبات. داخلين على مدارس يا مغازي وعايزين افكار حلوه للسندوتشات واللانش بوكس بتاعنا بتاع الاطفال الحلوين، كلنا عندنا اولاد محتاجين ان احنا نعمل لهم حاجات سريعه وسهله،
ولكن حط في الاعتبار ان تكون قيمتها الغذائيه عاليه جدا، لان عندك الطفل في المراحل الاولى من عمره لغايه سن العشرين تقريبا بيمتص كل شيء وبيستفيد باي حاجه تعملها له. بعد 20 سنه اللي ذاكر ذاكر واللي نجح نجح. معانا البيض، معانا تشكيله من الخضار، بصله، تومه، كزبره خضراء، كل ده والبهارات. نيجي لعم الرز الجميل الحلو ده كده طالع من التلاجة زي الفل. اه بنزله كده، اه هعمل داوود باشا من الرز من الاخر يعني عشان اوفر عليك الموضوع وما تفكريش كتير. اه واقلب بيدي كده، ولازم الرز مسلوق جامد جدا. هما يعني بس اليابانيين ياكلوه سوشي وخلاص ولا الصينيين؟ احنا كمان نقدر نستخدمه في حاجات تانية. اه 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 الرز بالشكل ده كده خد البيضة وخد البهارات، والرز لازم يكون مسلوق جامد. اه وعندي زيت شديد الحرارة، القلاية اللي هقلي فيها الزيت اللي بتقلي فيها البطاطس هتلاقيها عندك في البوتاجاز طلعيها دلوقتي. الملوخية لازم تنزل على شوربة بتغلي يا حمادة، لازم الملوخية مخروطة عندك أو جايبينها من السوبر ماركت، لازم نتأكد إن عملية التبريد بخير وزي الفل، لازم يكون الشوربة شوربة فراخ، شوربة لحمة، شوربة بط، شوربة أرنب، لازم الشوربة تكون بيضة ورايقة زي الفل، ولازم تكون بتغلي، نسقط فيها الملوخية بس ما نساهاش لما تغلي وما نغطيهاش. اوعي حذاري واكتبيها على باب التلاجة كده بالمنشط العريض، اوعي تغطي حلة الملوخية أول ما تسقط الملوخية في الشوربة. مين اللي بيقول الكلام ده؟ المغازي. علل ولماذا؟ عشان ما تقطعش منك وما تسودش منك. هناخد بعدين ونطلع فاصل لأن معايا داوود باشا من الرز، ما فيهوش لا لحمة ولا فراخ بس فيه طعم، فيه خبرة طهوية. اه تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. الرز معانا قلبناه بالشكل اللي حضراتكم شفتوه قبل الفاصل. تاني هقول حطيت ايه، حطيت بيضه او اتنين حسب الكميه. الرز مسلوق يطلع من التلاجه. فكره عمل السوشي بالرز او بالخضار او بالفواكه او بنعمله بالاسماك، حلو الكلام. وكمان حطينا بصله ناعمه وشويه كزبره خضراء وشويه البهارات الحلوين. هتقولي لي اللون ده جه منين؟ من الكركم والبابريكا. اللي مش متابع الحلقه من البدايه، عندي بوله فيها شويه ميه عشان تسلك ايدي، حلو، لان الرز بتاعنا المصري الجميل من نعم ربنا على المصريين غني بالنشويات والكربوهيدرات، عشان كده اليابانيين والصينيين بيستخدموه في السوشي، فطار غدا عشاء اكلهم رز مصري. عرفتوا الذكاء له اللي جالهم منين؟ اه الرز المصري ربنا عندنا الحمد لله رب العالمين. خلي بالكم، اه والله العظيم، طبعا ده اكلتهم المفضله السوشي. انا بستخدم دلوقتي الرز بعمل حاجه زي كده، بعتجر خضار. اه اه الكور دي كده واخد الشويه دول كده. اه داوود باشا. اه حلو، ايديا في الميه. اه تاني. اه حلو. اه تاني. اه عندي زيت شديد الحراره، الكور دي او تتحمر في قلب الزيت دلوقتي. اه وهتنزل مع الخضار اللي بيغلى على النار، اللي الشاشه حلوه هتجيبه لنا دلوقتي. يلا تشكيله من الخضار في قلب الحله، وشفنا التكنيك، شوحنا بصله، نزلنا بالخضار خد لون، نزلنا بالثوم بتاعنا بالزبده مع مكعب من الزبده مع التومه اتحمرت، كل ده مع بعضه. اه واعمل شويه داوود باشا بحجم كبير شويه. اه وايدي في الميه كده، اطراف اصابع ايدي. اه وانا شغال. اه ايه الفكره يا شيف؟ علشان ايدي تتسلك من الرز. اه حلو قوي. ينفع اعمل الرز السخن يا شيف؟ مش هيبقى لطيف، هو لما بيبرد الرز بيقفش كده بسرعه على طول ويتشكل معاك زي ما انت عايز. والله بقى انت احسن مني، عايز تدخلي شويه لحمه مفرومه اهلا وسهلا، عايز شويه تدخلي شويه دجاج متعصج على النار برضو، لازم الدجاج او اللحمه تستوي على النار ما تنزلش نيه، خلي بالك سواء فراخ او لحمه. عايز تعلي المصروف شويه وتدخلي شويه جمبري، ماشي. اه داوود باشا من الرز، خضار وتشكيله من الخضار على النار بتغلي في انتظاره. اه كفايه دول، كفايه دول. هناخد الرز ده كده اللي عملناه بالشكل ده كده ونحمره في قلب الزيت. اللهم صل على النبي. يلا يا باشا تعالى.
اخبار الزيت ايه؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب. ايه ده؟ ايه الصوره الحلوه دي يا مغازي؟ ايه القرمشه بتاعه الرز دي اللي هتنزل في قلب الخضار؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ لسه ما خلصتش. اتفرج على الحلاوه، حلاوه في قلب الزيت. يا راجل تفك ايه ده؟ لسه دي قالب بقى مطبخ؟ احنا بنهزر يا شفيق. الشكل كده نظافه اول باول. ايدك في النظافه، خلي بالك. الطاقه الايجابيه والراحه النفسيه بتيجي من نظافه مطبخك. تقدري تقفي فيه ساعه واثنين وثلاثه واربعه. اللي له عوزه بتخليه قدامك، واللي ملوش عوزه بتشيليه من قدامك. حلو الكلام؟ تعالوا مع بعض نخش على اللي بعده. ازاي نعمل مع بعض كبده فاهيتا من المطبخ المكسيكي، من المطبخ المصري. هي فكره لطيفه وسهله، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. اخبار الخضار ايه يا مغازي؟ بص على الحلاوه، بص على الحلاوه في قلب الحله. كله على النار. المقادير على الشاشه. كبده فلفله ملونه، ومعانا بقدونس. هتحط لها بقدونس؟ بس اخواننا في المكسيك بيحبوا الكزبرة أكتر من البقدونس. حلو الكلام؟ بس الكزبرة بتخطف الطعم، فأنا مش هحط كزبرة، هنخالف المكسيك هنا. إخواننا في المكسيك استخدامهم للكزبرة أكتر من البقدونس. آدي الخضار بتاعنا اللطيف الحلو، ونحط شوية مية كده. حلو زي الفل. بنزل بشوية كزبرة خضراء، والملح بتاعنا نظبطه. الرز بيتحمر في قلب النار. عندي معلقه هريسه حلوه كده اهو، مش طماطم دي، خلي بالك دي فلفله حلوه، هي بتدي طعم، طعمها شويه تستاهل عالي. بس خلاص نقلب كده. حلو قوي. ناخد الخضار ده يا عم الشيف زي ما هو كده في قلب الايه الصينيه. تشكيله من خضار اهو بالشكل ده كده. يلا نغرفه مع بعض. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ حاجه احنا جبنا حاجه من بره. الخضار ده في الثلاجه، افتح باب الثلاجه كده استاذنيني وقومي شوفي كده الثلاجه، هتلاقي فيها الخضار اللي انا مقطعه ده بقاله اسبوع. كنت بتحشي كوسه وفاضل حبتين كوسه، كان عندك محشي بتنجان وعندك حبيتين بتنجان، جزرتين ثلاثه بتعملي للبيبي جزر، وهكذا. خدت الخضار ده كده زي ما هو يا عم الشيف. هو ده. زي ما هو. وعندي كفته بتتحمر في قلب الزيت داوود باشا. تاني اللي جاي متاخر، اللي في الزيت ده مش داوود باشا، انا بقول عليه داوود باشا لانه شبه داوود باشا. كور الرز مقرمشه اهو، بص عليها. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ يلا فرسان التلفزيون المصري، جيبوا الحلاوه اللي في قلب الزيت. الفكر الطهوي. اخواننا في اليابان، في الصين، في ماليزيا، في اندونيسيا بياكلوا السوشي بطريقه مختلفه. غرب شبرا الخيمه، ابو فاروق الشفيق اللي معانا، انا بعرف شبرا، كل حبايبي هناك واصحابي ورجاله كلهم وجدعان. شايفين بص انا عايز ايه الحلاوه؟ جيب ده، جيب الحلاوه ده، انا تعبان في الاكله دي يا غالي. شقى عمري في الاكله دي. تشكيله من خضار قطعتها بشكل عشوائي، حمرتها على النار وشوحتها على النار، حطيت لها كفتة الرز في قلبها. شفت الحلاوة دي؟ لسه ما خلصتش انا. وارصها كده. ممكن تاكلها نية زي ما هي كده زي الفل عادي، مش جاي على بالك تحطها في الخضار، زي ما هي كده زي كفتة اللحمة الجملي. زي الفل. لسه ما خلصتش، انا مهتم قوي بالطبق ده على فكرة، لان قيمته الغذائية عالية جدا، وفي نفس الوقت كمان يا مغازي افكار بسيطة وسهلة. طاسة على النار بالشكل ده كده. ركزي معايا عشان الخطوه دي مهمه جدا. هعمل ايه بقى؟ هو ده الكلام. اللهم صل على النبي. مكعب من الزبده. لسه ما خلصتش. مكعب من الزبده. استنى عليه هسه. حلو قوي. معلقه صغيره من الدقيق اهي. هي دي صغيره بتاعتي. حلو قوي. وحمر الدقيق في قلب الزبدة لغاية لما اشم ريحتي تحميرت الدقيق مع الزبدة. التركية دي مهمة جدا، خلي بالك. هو ده الجديد كمان.
وانا بحمر الدقيق مع الزبده بنزل بشويه زعتر. يا ويلي يا ويلي، هو ده. وشويه بابريكا، واقلب دول كده. هنا الطعم. كده دور المعلقه انتهى. حبيب هارتي يلا جيب التركايه الاخيره، اللي بتتكلم عن نفسها. زبده، دي شويه زعتر. باخد الخليط ده عم الشيف زي ما هو كده. ركز معايا. عشان عايز احط جبنه. يا ويلي يا ويلي، قلب الصغير لا يتحمل. انا هحط جبنه. الله، حلو قوي. لسه ما خلصتش. هي دي الافكار، ازاي نعمل اكل جديد بافكار جديده باقل تكلفه عندك في الثلاجه. اللي يفك اللغز ده واللي يفك الفزوره دي يتصل بينا. جبنه موزاريلا، جبنه بارميزان، جبنه شيدر، اللي موجوده عندك في الثلاجه. هناخد كل ده يا مغازي، وعلى فين؟ على فين؟ على الفرن في درجه حراره 180 وندخله الفرن. يلا، اللهم صل على النبي. والصوره الحلوه من داخل الفرن مع محتوى القيمة المالية بتاعته قليلة جدا، ولكن القيمة الغذائية تعلو قمة الهرم. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل كالعادة. نطلع فاصل، تعمل ايه في الفاصل يا مغازي؟ نظافة المطبخ. حطيتي أكل على النار، حطيتي حلة محشي، حطيتي ديك رومي في الفرن، بطاية حلوة، صينية مكرونة بشاميل، عندك وقت. وده أنا قلت دايماً، لو عندك البوتاجاز غاز أو كهرباء أياً كان هو، والفرن مولع ومنتظرة تعملي فيه حاجة، فرصة. حطي خمس ست بصلات يتشوم، خمس ست حبات بطاطس يتشوم، عندك بطاطا حلوة حطيها، عندك حته قرع عسل شويها. الحاجات اللطيفه دي على فكره بيبقى طعمها حلو، انها بتطلع بالصدفه وحاجه اضافيه جميله. طيب، عندي النهارده كبده هعملها فايتة، وهنقدمها برضو في الطاسه الزهر او اللي هنقدمها فيها بشكل حلو يشوق كده، زي المطاعم المشهوره بنقدمها كده تبقى سخنه بتقعد فتره طويله. مقاديرها على الشاشه. كبده اسكندراني متقطعه عصافير يا عم اشرف، تشكيله من الفلفل الالوان، بصل وتوم، معلقه خل، ملح وفلفل وكمون. جيبوا الكبده يا شباب، دي طماطم، دي قوطه بالاسكندراني. حاضر. زي الفل، وحشني والله. الكبده. عاصبة. حاضر يا فندم. حاضر. طيب تعالوا مع بعض نتبل الكبده الاول على طريقه المغازي. هنتبلها ازاي واحنا مع بعض؟ اشيل الكبده؟ قولوا لي شيل الكبده. يلا، ايه الحلاوه دي؟ ايه الصوره دي؟ ايه الجمال ده؟ كبده بتتكلم مصر اسكندراني، ارفع كبده. هناخد الكبده الحلوه دي كده، نجهز التتبيله بتاعتها مع بعض، لانه كله بيسال اعمل الكبده الاسكندراني ازاي. هي نفس الطريقه بس احنا بنجود شويه البهارات بتاعتنا، وهنعملها بطريقه لطيفه وحلوه هتعجبك ان شاء الله. ولكن كبده اسكندراني من غير كمون، من غير فلفل حار، بتبقى زي اليتيمة، يعني ملهاش طعم من الآخر. ادي التوم الطازة، وعندي طاسة بتسخن على النار فيها زيت، بحط على التوم ده شوية كمون، شوية بابريكا، شوية كزبرة، معلقة هريسة حلوة، اللهم صل على النبي، زي الفل. أشيل الحاجات دي من هنا بقى اللي عاملة زحمة، مع شوية زيت. حلو. زيت يعني شويه حلوين. بس خلاص، نشيل ده من هنا. اللهم صل. عندي معلقه خل صغيره. يلا، حلو قوي. بنفس التتبيله دي يا مغازي هناخدها، ولكن الطاسه لازم تكون سخنه، خلي بالك. فلفل الحار، اللهم صل على النبي. حلو. فلفل حار كتير.
نعم يا خال. نعم يا شفيق. لا يتحط ني كده. لا انت عايز ده انا بعمل فاهيتا، خلي بالك اخوانا في المكسيك بياخدوا الفلفله الملونه بتبقى حيه كده تحس ان لونها، انما لو انا كلها والله سؤال جميل جدا يا شفيق، بوجه لك تحيه والله. قال لي الفلفل غاوي كبده تقريبا، شكلك بتعمل الكبده في البيت. كبده ممكن تتحمر في الطاسه مع شويه زيت قليلين مع التوابل ونسقط عليها بالكبده، بس هنا الفلفل هيسود ويحمر شويه، ده اختياري. هناخد الكبده بتاعتنا زي ما هي كده اهو، احنا حاطين الكزبره الخضراء دي لان طول ما الكبده محطوطه في الطبق بتنزل دم، ده الطبيعي وده مش حلو على الشاشه. شفتوا المصداقيه وصلت لفين يا مغازي؟ اهو ناخد الكبده كده اهو اهو. انا شخصيا مش بحب لون الدم اهو. كبده اتقطعت يعني هتنزل دم، لو قعدت لبكره هتنزل دم اهو. شفتوا المصداقيه والصراحه في اكتر من كده؟ اهو نشيل ده من هنا، تعودنا على كده الحمد لله. نمسح ده كله ونروق الدنيا اهو، ونمسك يا عم الشيف الخلطه اللي انا عملتها من شويه اللي عجبت مخرجنا مع الكبده ونقلبها. كل ده لازم يكون في طاسه شديده الحراره. خلاص شديده الحراره دي بقى اتخدت مع الجمهور بتاعي، ولما بقعد في اي مكان دلوقتي مغازي شديد الحراره. حلو قوي بتعجبني الحاجات دي على فكره. هسه اهو شفت الكبده اهو اهو اهو، الكبده بتتكلم اسكندراني يا عم اشرف اهو 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 اهو. هناخد الكبده دي في قلب الطاسه دلوقتي. فين يا عم المكسيك من هنا بقى؟ الفلفل الملون ده اصبر على رزقك لسه ما خلصتش اهو. ناخد الكبده دي كده في قلب الطاسه اهي، شديده الحراره فله ننزل بيها اهو ده. يا ويلي يا ويلي اهو. ده حلو قوي 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 اهو. ونقلب تاخد لون على طول اهو. الله. اقول لك بقى على كلمه في سرك كده وتخليها ليك انت بس، عايز الكبده دي تسوي معاك بسرعه، ما تقعديش تقلبي فيها كتير قوي كده وتنشف منك على النار وتاكليها زي السفنجه. تعملي اللي هعمله ده دلوقتي حالا، ونفس الفكره اللي انا هعملها دلوقتي حالا. طاسه على النار، حطينا الكبده في طاسه شديده الحراره، قلبناها مره واتنين وتلاته. يلا نصلي على الحبيب قلبك يطيب. بس خلاص. بص على الحلاوه دي، بص على الحلاوه. جيب دي جيب دي اغطي اغطي بس خلاص. هو ده الكلام، هو ده. اجاوب على السؤال ده بخرج بيقول لي ليه الميه؟ خمس ست معالي الميه اللي حطيتهم دولك هيتبخروا، الكبده بتاعتها هتستوي بسرعه، هتبقى لدنه طريه فيها الجوس بتاعها، فده بيساعد على تسويه الكبده بسرعه. استخدمت خمس معالي ميه او يعني هسه من الميه كده اهو. مش هتشوف ميه دلوقتي، بس لازم تغطي الحل على طول، يعني ما نحطش الميه ونقلب، ما عملناش حاجه كده، لازم نغطيها بالشكل ده كده اهو. بس وعندي طاسه على النار اللي انا هقدم فيها الكبده بتاعتي. حاضر ابن حلال والله. هشوف اللي ايه عينيا يا فندم اهو. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ طلع الرز، طلع الاختراع بتاع المغازي اهو. يلا اللهم صل على النبي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اختراع. هناكل كفتة الرز ولا ناكل الكوسة ولا ناكل الجزر ولا نصلي على الحبيب؟ نصلي على الحبيب طبعا أفضل حاجة. بمناسبة الصلاة على الحبيب، كالعادة الشيف المغازي ما تفوتوش فرصة على شاشة القناة الأولى والتلفزيون المصري. حلاوة المولد السنة دي ليها معانا وقفة بإذن الله تعالى، وهنعمل أفكار بسيطة وسهلة ونساعد كل أم تفرح ولادها وتعمل حلاوة المولد بأقل تكلفة. معلقتين زيت صغيرين. اللهم صل على النبي. معانا بصل متقطع شرايح، دي الفاهيتة بقى. وننزل بالفلفل الألوان. إخواننا في المكسيك كل الأكل تلاقوا فلفل ألوان. حتى لو بيشربوا الشاي تلاقوا فلفل ألوان. فلفل أصفر. أخضر وأحمر وأصفر. زي الفل، الأكلة دي خلصت. تمام. نجيب الحليب يغلي هنا، الأول نشوف الكبدة أخبارها إيه. بص على الكبدة بقى، خدت لون ولا لأ؟ بالله عليك، أنا هسيبك أنت تحكم. أنا هسيبك أنت تحكم، والصورة الحلوة تتكلم عن نفسها. أهو، خلاص يا فين الدم؟ تهزر يا غالي. واستوت الكبدة، تحس إن هي ملت الحلة،
شربت كده ونفشت وبقت طريه ولطيفه وحلوه، وتحس انك بتاكل كبده مش سفنجه ما فيهاش لا جوسي ولا طعم. اهو شويه الملح، انا بحب دايما احط الملح على المشويات ساعه الاستوى. وشويه الملح هنا، هو ده. الله، انا بحب الكبده بقى بالشكل ده كده. ناخدها نغرفها، يلا. اللهم صل على النبي. لسه ما خلصتش. نجهز طبق للتقديم هنا كده، ونوسع الدنيا دي من هنا كده. يا الله سخنة، خلي بالك. شيل دي هنا كده اهو. الله، يلا ناخد الكبده بتاعتنا دي كده. ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، كبده بتتكلم اسكندراني بطعم مكسيكي. انا مدلعك النهارده على الاخر. حلو قوي. تعالوا شوفوا ازاي نعمل مهلبيه بالشوكولا لاطفالنا الحلوين. هنقدمها ازاي ونعملها ازاي، ولكن الحذاري لما تيجي تعملي حلويات لازم نغير الجلافز. بلانشة مش عايزينها، سكينة فيها توم فيها بصل تبعد عننا علشان الحلو ما يكرفش مننا ونروق الدنيا، ده الطبيعي. معانا الطايم يا استاذ رحاب، نعمل الحلو ان شاء الله يا مسهل الحال زي الفل. نعمة، حليب اخباره ايه؟ هو ده على نار شديدة في طريقه ان هو يغلي. نشيل الملح ده من قدام عشان ما نغلطش ونحط ملح على المهلبيه. ياما حصلت معايا ومقالب. نروق الدنيا كده وننظف الدنيا اول باول. عايز النشا، المقادير على الشاشه. عايز النشا وعايز الحليب، والحليب على النار بيغلي. عايز شويه حليب بردين كده عشان ادوب النشا. معانا السكر، معانا فانيليا، معانا كاكاو وشوكولا من اللي ولادك بيحبوها. دول انا سرقتهم وانا نازل الصبح، بتوع البنوته بتاعتي تحبها. حاجه كده كريسبي لطيفه فيها الوان صناعيه طبيعيه مسموح بها غذائيا. هنحط السكر ده هنا، وندوب السكر مع الحليب. والمضرب اللي تقلبي بيه الحليب يا اختي يا امي ما يكونش قبل كده اقلب بشاميل، ما يكونش فيه لا بصل ولا توم، نضيف زي ده كده. ونقلب. ازاي نعمل مهلبيه بالشوكولاته؟ احنا مع بعض اهو. حليب بيغلى على النار، ومعانا الطايم. الاستاذ رحاب قالت لي معاك 5 دقايق، اعمل ايه بقى؟ عيط، هنعملها ان شاء الله. ادي النشا بتاعنا لسه المقادير على الشاشه، الشوكولاته والحليب. انا خلصت اهو اهو اهو، وادي الكاكاو اهو. يلا زي الفل، تمام. نقلب الشوكولا والكاكاو مع النشا، وشويه الحليب بتوعنا. اللهم صل على النبي. ايه الاخبار؟ هو ده. كتير بتسالوا على السوشيال ميديا، شيف مغازي بعمل مهلبيه بالشوكولا بتجمد مني. المهلبيه بالشوكولا بتبقى قاسيه، بتبقى على النار حاجه، ولما بغرفها بتبقى حاجه. انا اقول لك على حاجه بسيطه وسهله تساعدك انك تعملي الحلو بطريقه سهله خالص. شفت اهو، شفت الشوكولا اهو، ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ده نشا وحليب وكاكاو وشوكولا من ولادك اللي بيحبوها. واقلب كده، وعند على النار في حليب بيغلي مع سكر وفانيليا. انزل كده واقلب. ايه بقى الموضوع يا شيف؟ حذاري، تعملي بشاميل، تعملي مهلبيه، بتعملي رز بلبن، ترفعيه من على النار غير لما يغلي قدام عينك ويبكبك. يبقى كده انت ظبطت القوام وعرفت القوام. ونقلب. اللهم صل على النبي. لسه عايزه شويه. انزل باللي معايا.
واجهز الكاسات بتاعتي والكاسات بتاعت الجيران. جارتك قبل كده مخبطه عليك وجايبه لك طبق بصاره، رجعي فيه مهلبيه، رجعي فيه رز بلبن، كانت جايبه لك طبق فروت سلطات. كل ده صفات موجوده في الريف المصري والصعيد المصري. الباب يخبط على الباب يلاقي حاجه حلوه، ماما بتسلم عليك. شويه بصاره، شويه مهلبيه، شويه رز بلبن، طبق كشك من الصعيد الحلو الجميل اللي بوجه له تحيه كبيره. انا بحب اهل الصعيد كلهم. نجيب الكاسات بتاعتنا الحلوه اهي. اللهم صل على النبي. لازم بقى نشوف افتكاسه حلوه كده لغرف الايه؟ ده انا ناسي حاجه مهمه جدا. العيش ده لقيته الصبح كده عجبني. ايه رايكم تاني جنب الكبده؟ شكله حلو يا شفيق؟ ايه رايك؟ ظبط الطبق انا عارف. انا عارف انت ما بتحبش السواد بتاع اريك انا، انت بتحب الحاجه حلوه. والله. العيش ده غالي خلي بالك. ما يغلاش عليك. شفت الجمال ده كده؟ اللقمه ببق واحد مع شويه كبده كده وتيجي عامل تعمل انا تعمل اقول لك تعمل حاجه حلوه؟ بص والله. يعني انا بعد ما اخلص الحلقه هعمل دي، خلاص خلصت ولا اغرف الشاورما والبتاع ده المهلبيه وخلاص. شفت اللقمه دي كده؟ اهي. بص عليا اهو. اهي. شفت الفتحه الصغيره دي كده؟ اهو. واجي شايل الكبده دي كده؟ يا ويلي. وعلى فين؟ على فين؟ يلا النونه تفتح بقها. اهو 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 اهو. الف هنا وشفها. اهي. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ خليها هنا. حاجه كده جت في السكه. بس لو ما لقيتيش العيش ده مش لازم بقى تقول لي انا ولا كنت عايز اعمل الكبده يا حبيب قلبي النهارده، وانت عارف انك بتحب الشيف المغازي وبتسيب الشغل وتتابعه، بس ما لقيتش العيش الصغير مش عادي، جيبي بداله حاجه تانية خالص. ايه يا شيف؟ العيش السمور الصغير ده بيتباع في اي سوبر ماركت على الشارع. بدون ذكر اسماء. عيش. حلو الكلام ده، بديله. تعال نغرف الشوكولاته بتاعتنا سريعا كده. طيب معايا بسكويت نحطه هنا كده، هنا معانا الشوكولاته اللي انا سارقها بحطها هنا كده. حاجات كده الاولاد بيحبوها، ونخلي شويه نزين بيهم. ناخد المهلبيه الحلوه دي كده ننزل بها كده هنا. يا ويلي يا ويلي، نازله تتناغم تتناغم. طبعا لازم تبرد. حاضر، بس اغرف الكاستين دول الله يرضى عليك. احنا لسه راجعين بقى من الاجازه، وانا خلي بالك يعني اديني كده دقيقه استاهل. ايه الحلاوه دي؟ لازم ما ترفعيش المهلبيه من النار ولا الرز بلبن من النار الا لما تشوفيه بيغلي قدام عينك. سيب ده كده. الله، حاضر. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ والشوكولاته يا ساحت، مهلبيه بالشوكولاته سريعه وسهله بألف هنا وشفا. عملنا الكبده بشكل جديد النهارده من المطبخ المكسيكي. عملنا كمان يا عم الشيف طبق جميل جدا فيه كل العناصر الغذائيه اللي ممكن الجسم يحتاج لها من خضار ورز. عملناه بطريقه جديده اسمها طريقه المغازك، بتبقى في الكشكول كده، وكمان شويه حب. وان شاء الله انتظروا مننا باذن الله تعالى حلاوه المولد. كل عام وحضراتكم بخير في على شاشة القناة الأولى بأفكار بسيطة وسهلة لكل أم ممكن تعملها ولادها، وبلاش تشتريها. مش بقول كده عشان المحلات تزعل مني، لا، اشتروا كل حاجة ونجدنا هدايا وناخد الهدية حلوة وكل حاجة، بس لما تعملي حاجة واحدة بس في البيت لطيفة بأي خبرة وبأي افتكاسة وبأي شكل جديد، أكيد ولادك هيحسوا الحب ده، وخاصة جوزك وأهلك الكويسين الجمال الحلوين اللي احنا هدفنا إن احنا نسعدهم. رؤية فن إبداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.
We'll be right back.